لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. اقعد ساكت بقى. الإجراءات الاحترازية كنت تقول لي ما بتصوروا واخدين بالكم منها جدا بقدر الإمكان، لكن في ناس بتكسر الحكاية دي بصراحة. أنا ما بسكتش لأن الحكاية مش هزار، يعني إحنا لما نبقى واقفين في التجمع ده كله فبالتأكيد الموضوع خطر مش سهل، يعني احنا ممكن نضحي بس مش للدرجات دي، مش نضحي بحياتنا يعني. بس طيب بهالا المسلسل الجزء الثاني بعد 10 سنين انا نفس السؤال اتسالته وقلت مفيش اختلاف، مفيش اختلاف، لا خالص هو نفسه. ازاي الجزء ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في اعمال ثانيه ان شاء الله باذن الله. التقديم واخدك شويه من لا لسه هياخدني شويه بس برضه مش هياخدني بالتمثيل طبعا يعني ان شاء الله، لكن احنا بنحضر لحاجه كويسه باذن الله. مسلسل الطاووس وصلنا فيه لحد فين؟ لا انا اعتذرت حضرتك خلاص. ايه الاسباب؟ طب ليه؟ بصراحه مفيش وقت. بس مفيش وقت ازاي يعني؟ انا ما عنديش وقت. بس مفيش وقت ولا في رمضان في نجيب مفيش وقت ولا كان في مشكله او خالص ورق مش لا بالعكس استاذ رؤوف ده حبيبي يعني لا بالعكس وانا ما ترددتش ابدا بس هم اجلوا لحد انا بقى ما دخلت في حته ان انا ما ينفعش ان انا يعني اشتغل اكتر من ثلاث حاجات يعني زي الحمد لله. التصوير في كورونا صعب وانا شايفك قوي يعني واخده بالك جدا واخده بالي طبعا لاني عندي مسؤوليات عندي ولادي وعندي البيت يعني فصعب طبعا بصراحه.